اوكي يا حلوي، مين منكم عفايق بكير وعيونه مورمة مثلي ودخل على المتجر وبده يشوف الحظ، نسبة الحظ تبعه حبايبي. او ماي جاد جايز، راح نشوف اليوم متجر الغامض ونشوف حظنا الاسطوري ام لا. مش اسطوري حبايبي، يلا تروح على المقطع. ليتس جو. اوكي يا حلوين، مرحبا شباب وبنات، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام يا احلى ناس. رجعت لكم يوم مقطع جديد حبايبنا الكرام. مثل ما انتم شايفين شباب، الساعه عندي بتعرفوا مثل كل يوم فيديو متجر او شبكه او حدث. عيوني مورمه، يقول عليكم فايق بكير، ولكن فايق بكير وكلش حماس. اوكي حبايبي، حبايبي خلونا نبلش بهذا المقطع. الكل يصلي على الحبيب محمد حبايبنا الكرام، ولا تنسوا تحطوا لنا اللايكات والشيرات وتفعلوا زر الجرس وهالشغلات شباب. وبتطلب من جميع حبايبي انكم تروحون على الانستغرام، الانستغرام تبعي موجود على اليمين حبايبي، وبدي اياكم تروحوا تفجروا ابو التاكات للمطور الجميل بادرو وللمطورين حبايبنا. هاشتاج نريد عليكم بالشراكه حبايبي. ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، انا كثير متحمس، حابب اشوف مثلكم. يعني انتوا اكيد اللي داخل على الفيديو اكيد عارف نسبة تبعيته، انا يعني اعتبره مثلكم. اوكي حبايبي، خلينا نشوف وادعون لي يا رب يا رب يا رب يا رب يا بليز 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 هيك شيء نسبة. يعني دائما بيجيني نسبة 50، انا بس بدي ان شاء الله هيك يجيني نسبة 70 فوق. ليتس جو. يلا بليز بليز ابلع. يا سلام يا شباب، بدي اكسر ابو هذا الحين، هذا الحين بدي اكسره. يعني ليش دائما عندي الحظ بيكون 61 داخل؟ الله شباب بليز، عندكم شيء طريقه هيك يجي الحظ 90 وهيك؟ يعني ولا مره بحياتي ما شفت حظ 90 انا. او ماي جاد، يلا ادخل. اوكي شباب، هذا هو. اوه لا لا لا، شو هذا شباب؟ شو هذا المتجر؟ صراحه انا شباب انا مثلي مثلكم عم بدخل وتشوف. قولي اوه، بتاخد روم كان رومات. واو كثير حلو والله، كثير كثير حلو، هاي كثير حلو. واو كثير كثير حلو شباب، هذا هو المتجر حبايبي. والله شيء يعني شيء مرتب. السكين هذا، واو السكين هذا الازرق هذاك عن جد شيء مرتب، شيء حلو، شيء كثير كثير حلو. بس ولكن شباب بتعرفوا كثير منيح، انا بالمتجر بحب اخذ بس البطاقات والحاضنه والشويه اشياء جميله. اوكي حبايبي، شو معنا؟ اوكي شباب، معنا اول شيء تبع مثل كل مره انا بشتري البطاقات الحاضنه. نبلع، اشتري اول شيء بطاقه حاضنه حبايبنا الكرام. بالنسبه لهذا تبعت الدراجون، عندي طورت الدراجون من زمان، وهذا هذا اعتقد توريسف، هذا اعتقد يمكن هذا تبعت صندوق التوكن بوكس، بلو فلام دراجون توكس توكن بوكس. ايه تبعت التوكن، وهذول الرومات. يا سلام حبايبنا، انا اشتري بطاقات هذول. قول لي 40 بطاقه من هذول شباب، واو. لا ثواني ثواني، كم وحده هلا موجوده؟ وقف شوي. واو خلينا نشتري هذول، هذول كثير حلو. ثواني، بطاقات الحاضنه، لا 40 وحده شباب منزلين، بالعاده بينزلوا 30. واو 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 واو، والله نشتري بطاقات الحاضنه كلياتهم شباب، كله جيب. اوكي شوفي هون، حصلنا على بطاقة الحاضنة، لوز اللوز، الباتشات مع هذا مع سهم. بس ولكن بدي اشتري رومات، هذا شيء اكيد. اوكي روم 39 شيء واو، لوز اللوز. خلينا نروح نشوف حبايبي يا كرام يا حلوين. نشتري هذول، مع اني هذول عندي منهم كثير كثير، راح اشوف بعدين بعد شوي. هذول ما عندي منهم، خلينا نجيبهم، ما عندي منهم كثير. اوكي شباب ونجيب السكين الجميل. ابلع هوبا، لوز اللوز. واو سكين عن جد حلو حبايبي، والله ما اشوف شيء حلو، شيء مرتب شيء مرتب صراحه. ثلج وما ثلج والدنيا برد، بس انا صراحه شباب انا تعرفوا اكيد الكل عم يقول عليكم كيف الدنيا هيك يعني برد وانت يعني لابس تي شيرت. حبايبي انا قاعد بغرفه مثل يعني مسكره من كل الجهات، وكيف هالكم البي سي والشاشات والكاميرا هذول كذا هو اللي بدفي. اوكي يلا شباب، خلينا نعمل سويتش نشوف شو في هنيك.
اخذنا هذول، خلينا ناخذ هذول بس. ثواني ليش انا هذا بدي اشوف شيء، بدي اشوف في شيء انا ما مرتاح له الصراحه، في شيء انا ما مرتاح له حبايبي. اللي اشتريته اخذ 53 يوم. اوه نو بروبلمز نو بروبلمز نو بروبلموس نو بروبلموس. البطاقات الحاضنه كم حاطه؟ اعطينا بطاقات 53 يوم. اوكي نو بروبلمز، هون من الحاضنه الجاي بكون نقدر. اوكي لوس. اوكي خلينا نرجع نحط المتجر يا جميل، المتجر يا جميل، متجر الغامض شباب. واو اوكي شباب، خلينا نعمل سويتش، نعمل سويتش لنشوف شو فيه هيك كمان. اولا لا شباب، اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين. ثواني شوي، انا صراحه شباب انا فايق بكير وما ما لي مستوعب هذول. اوبا شباب نزيد بطاقات تغيير اسم، واو شي لوز اللوز 152، والله شي مرتب حبايبي. على حفيظ على حسب التخفيض شباب، واو عن جد عن جد شباب. شباب بقولكم شباب، اذا يوصل هذا المقطع 20,000 لايك، 20,000 لايك حبايبي، راح احرق ابو المتجر لواحد من المتابعين. اوكي يلا 20,000 لايك ليتس جو. اوكي شباب خلينا ندخل على هذا نجيب البطاقات الحاضنه. انا الصراحه شباب انا بطاقات الحاضنه ما اقدر بطاقات الحاضنه جايز، بطاقات الحاضنه يا جايز. اوكي هيك كذا بيكون جبنا البطاقات الحاضنه يا اساطير. خلينا نشوف نتاكد شو بيلزمنا هون. طبعا الرخصات عندنا يا هون، هذول باجات سكار عندي، هي كمان السياره، انا سياره كثير قديمه، وهذول انا شباب نجيب، خلينا نجيب بطاقات الحاضنه. انا مش عم جيب، انا ايش بكذا كان بيشتري هذا؟ طيب شو كنت عم بشتري انا مشوي؟ وات؟ ايش بكذا كان عم بيشتري؟ ما كان عم بيشتري، شو هذا؟ اوكي. ابلع. هي بكون جبنا بطاقات الحاضنة. اوكي يا حلوين. وخلونا نجيب ال يا حلوين يا حلوين يا حلوين يا حلوين. نجيب ال هذول. خلينا نجيب شوي من هذول حبايبي، شوي من هذول 10 ب 10 10 ب 10. خلينا نجيب كمان 32 لوز. اوكي شباب هذا هو هون. طبعا باقي شوي كمان جواهر حبايبي، ما بقى عندي جواهر صراحه. السكين بنت ما راح اجيبه شباب انا بالنسبه لي، ولكن شباب راح اجيب جواهر حبايبي واشحن جواهر واشتري بطاقات الرومات. بطاقات الرومات شباب انا لازم بدي اشتري بطاقات الرومات شباب، لانه 39 كثير حلو عشان نعملكم رومات شباب، وبطلب من جميع شباب يعني شايفين بعينكم حبايبي الله يخليكم. عم بشتري الرومات يعني، عم بشتريهم لك حبايبي، بطلب من الجميع انه بس يعني تدعمونا على الانستغرام، تكتبون نريد عليكم بالشراكه حبايبنا. وان شاء الله اول وصل هذا المقطع 20,000 لايك حبايبي، رح نحرق ابو المتجر لشخص لواحد من المتابعين حبايبنا. وبتمنى من الجميع كل شخص عم يتابعنا يدخل ويفعل زر الجرس حبايبنا، وان شاء الله عجبكم المقطع. هيك بيكون انتهى المقطع حبايبي. الصراحه المتجر كلش حلو الصراحه، في كثير اشياء حلوه فيه. لهيك حبايبنا اللي ما فتح الحظ تبعه، وان شاء الله يطلع لك حظك احسن مني بألف مره. اوكي شباب، اوكي خلينا نشوف شو اشترينا حبايبنا على السريع. اشترينا السكين، خلينا نروح نشوف السكين شباب. ليتس جو، خلينا نروح نشوف السكين حبايبنا الحلوين الامورين. اللوز. اوكي هذا هو السكين شباب، عن جد سكين يعني عن جد شيء مرتب. هي مش بفرجيكم اياه من على القروب، سكين حلو شيء. تمام بصراحه حلو، ازرق هيك يشبه نفس ذاك السكين القديم. خلينا نشوف وين السكين القديم هذاك. هذا هو السكين القديم حبايبنا، هذا هو عن جد يعني الاثنين طالعين حلوين. اوكي حبايبنا الحلوين، هيك بيكون انتهى المقطع لليوم يا احلى ناس. لا تنسوا تحطون اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا حلوين. اوكي تروحوا شباب بليز دعمكم يا حبايبي على انستغرام، تروحون تفجروا ابو الهاشتاج نريد عليكم بالشراكه حبايبي، عشان ان شاء الله اول ما ندخل بالشراكه حبايبي نفجر ابو المسابقات والكودات والهدايا وكل شيء شباب. اوكي بالنسبه للناس داخل جديد حبايبي، انا بعمل بثوث مباشره على الفيسبوك يوميه. اوكي يعني المسويات على الساعه 6 تقريبا، على الساعه 6 بتوقيت المغرب العربي. اوكي حبايبي
وبنعمل مسابقات توب اب رقصات جديده، ودائما حبايبي بتمنى من الجميع يجي يتفضل، اهلا وسهلا، ونشوفكم في فيديو جديد. تشاو.